عسلامة، مرحبا بكم الناس كل اليوم جيناكم بالهاتف الجديد انفينيكس هوت 40 اي باش نعلمكم كيفية عمل الفورماتاج عند نسيان كلمة السر او كلمة العبور او الشماء. كما تشاهدوا اقوم بادخال الرقم السري اكثر من مرة لكن لا استطيع فتح الهاتف. كما تشاهدوا أقوم بإدخال الرقم السري كما تشاهدوا لا يمكن فتح الهاتف، ولكن كما تشاهدوا عند تكرار المحاولة أكثر من 5 مرات لا أستطيع فتح الهاتف أو استعمال الهاتف إلا بعد 30 ثانية كما تشاهدوا. سأقوم الآن بعملية الفرمتاج وهي عملية سهلة، وهي الضغط أولا على غلق الهاتف، نسكروه كومبليتمون الهاتف نتاعنا. لكن قبل البدء أرجو منكم حفظ الكونت جيميل الموجود في هذا الهاتف والرقم السري نتاع الجيميل، لأنه بعد عملية الفرمتاج سوف يطلب منك بإدخال الجيميل الموجود على هذا الهاتف. ولا تبعوني طريقة سهلة للقيام بعملية الفرمتاج، أقوم بالضغط على فتح وإغلاق الهاتف ثم خفض الصوت، وليس الضغط في نفس الوقت، أضغط أولا على فتح الهاتف ثم خفض الصوت. تابعوني ولا كما شاهدوا أقوم بالضغط ثم أقوم بالضغط عند ظهور كلمة انفينيكس، أقوم برفع الإصبع على مكان فتح وإغلاق الهاتف وأبقى ضاغطا على مكان خفض الصوت. ولا كما تشاهدوا عملية سهلة، طريقة سهلة ما تخوش الكثير من الوقت، عملية سهلة كما تشاهدوا روبوت سيستم ناو. أقوم الآن بالضغط على أوكي كما تشاهدوا روبوت سيستم ناو، ثم أضغط على فاكتوري ريسيت، أضغط فاكتوري ريسيت ثم أقوم بالضغط على خفض الصوت، الذهاب إلى داتا ريسيت، نضغط أوكي ثم كما تشاهدوا روبوت سيستم، أضغط أوكي وأقوم بالانتظار لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يتمكن من فسخ جميع المعلومات الموجودة على الهاتف. ننتظر حتى يتمكن من فسخ جميع المعلومات. كما تشاهدوا تمت العملية بنجاح، تم فسخ جميع المعلومات، رجع الهاتف في ضبط مصنع، رجع كما شريناه أول مرة. ولا نختار الآن اللغة ثم نختار البلد، هنا يطلب مني بوضع الانترنت، هنا نقول أوكي ثم سويفون. كما تشاهدوا هنا يطلب مني بوضع الجيميل الموجود على الهاتف، هنا سيفون سيفون، هنا نختار هذه كما تحبون انتوما، نقول له اوكي وننتظر. ولكن كما تشاهدوا تم فتح الهاتف بنجاح، عاش عنا حتى رقم سري موجود على الهاتف، ولا طريقة سهلة ما تخوش الكثير من الوقت، تم فسخ جميع البيانات جميع المعلومات، فسخ الصور فسخ كل شيء. ولا إن شاء الله تكون الطريقة هذه عجبتكم، شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل مو جديد. إلى اللقاء.